السلام عليكم احسن اهلي في اليوتيوب، كنتمنى تكونوا بخير وبالف خير، ومرحبا بكم في لاشين ديالكم كندا موتيفاسيون فلوغ. كيف ما عودناكم في لاشين ديالنا ديما كنهضروا على جديد الهجره الى كندا، كنهضروا على لي زاكتواليتي. وهذه المره خوتي خواتاتي رد الطلبات ديالكم، بغينا نهضروا على شنو هما اكثر المهن طلبا في كندا، يعني غنهضروا على لي ميتي اللي مطلوبه بزاف في كندا، وليميتي اللي كيخلصوا دراهم ملاح اللي كتعطيك ان بون ريفوني. هذيك المره هضرنا على شنو هما لي فورماسيون اللي ممكن نديرو ونخلصو ونتخلصو بهم مليح، ودابا غنهضروا على ليميتي على الخدامي اللي مطلوبين بكثره، واللي هنايا اللي كندا لاقي فيهم حاليا واحد لا بينوري دو مان دوف، لاقي فيها نقص كبير في اليد العامله. وغنبداو ان شاء الله بالمجال الاول اللي هو ديفلوبمون انفورماتيك والريزو اي تيليكومينيكاسيون. ايه درنا هادشي اللي كنقول لكم دابا خوتي، راه ماشي جايبو من عندي فقط حلمت قلت حق الواد راه غادي نوض نهضر لهم على لي ميتي، لا، هادشي راه ناتج على واحد البحث درتو على دي ستاتستيك اللي داروا في 2021 22 و23، وهاد لي ستاتستيك كيداروا من طرف دي سيت دو ريكروتمون بحال جوب اليكو بحال انديد بحال غيشي دومبلوا. هادشي علاش اخوتي غنبداو كيف ما قلت لكم بالميتي الاولى اللي هي الريزو اي تيليكومينيكاسيون. هاد الريزو تيليكومينيكاسيون سي ميتي اللي مطلوبه بزاف، وهي الميتي اللي جيت بها، وراه كنقول لكم هادشي ماشي على اساس داوي من فراغ، لا، كاين بزاف ديال الشركات ديال الريزو تيليكومينيكاسيون اللي كيريكروتيو اون انترناسيونال، وعندهم نقص كبير حاليا في اليد العامله، سواء صحاب ديال الريزو تيليكومينيكاسيون او في الناس اللي كيديروا ديفلوبمون او في الناس اللي كيديروا المينتونس. هادو كاملين هادو هما المجالات اللي مطلوبه بزاف حاليا، وعندهم نقص كبير في هاد المجالات. هادشي علاش هذا هو لو دومين الاول. لو دومين الثاني هو الناس اللي مطلوبين بزاف عاوتاني، وكلاس نيميرو 2 هي الناس لي ريبريزونطون لي فوندور لي كوميرسيال. هادو هما الناس اللي هما عندهم ديبلوم ديال كوميرسيال كيعرفوا كيخدموا كوم دي كومي، يخدموا دي فوندور، هادو راهم مطلوبين وبكثره. سي ان جوب لي فيما كتمشي كتلقى نو زومبوشون، بغينا ان فوندور، بغينا ان كوميرسيال، بغينا ان ريبريزونطون. دونك هادي كتهد في لا كلاس نيميرو 2. وغندوزو دابا للكلاس نيميرو 3 اللي هي كاميونور، يعني سائق شاحنه. كما كتعرفوا في لاميريك دو نور بما ان كاين مسافات كبيره، لا ديستانس كبيره بزاف، داكشي علاش خاص ضروري دي كاميونور هما اللي يديروا الترونسفير ديال لي برودوي ديال لي مارشانديز وديال داكشي اللي كنكونسوميو. ولي كاميونور كيف ما كتعرفوا كيخدموا سواء في اللوكال او في الانترناسيونال، ومطلوبين ومطلوبين بكثره. وهذا هو اللي غندير عليه ان شاء الله فلوج الجاي ديال الشركات ديال لي كاميونور اللي كيريكروتيو اون انترناسيونال. دونك هذا هي الميتي الثالثه اللي مطلوبه بزاف في كندا. والميتي الرابعه هي سودور، سودور اسامبلور، الناس اللي كيخدموا الناس اللي كيديروا لا سودور، يعني مطلوبه بزاف وعندهم نقص حاليا في السودور، وكيجيو كيريكروتيو اون انترناسيونال. علاش؟ حيت السودور سي جوب لي ديفيسيل، والناس اللي كيبغيو يديروا السودور هنايا كيلقاو ما كيلقاو صعوبات. وعلاش؟ حيت فيها صعوبات في مسائل الدار. هادشي علاش لي كيبيكوا ما كيبغوش يديروا هاد الميتي بزاف، ما كيبغوش يديروا لا سودور. داكشي اش كتعد من المهن اللي مطلوبه وبكثره. احنا سالينا مع الميتي الرابعه اللي هي السودور. الميتي الخامسه هي الناس اللي كيخدموا، الميتي الخامسه اللي هي الميتي اللي مطلوبين بزاف، كنهضروا على اسامبلور، جورناليي، مانيتونسيون. كيف ما كتعرفوا كندا فيها بزاف ديال لي زوزين، فيها بزاف ديال المصانع، فيها بزاف ديال الشركات، وهاد الشركات كتبغي عمال، وهادو كيخدموا طرافاي جينيرال. كيف ما خدمت انا كيف ما خدموا بزاف ديال الناس، كتخدم هاد لو طرافاي جينيرال كتخلص فيه اكثر من 18 دولار الساعه، ولكن فيها تماره. جورناليي فيها تماره، عندك كتخدم عندك واحد لو شيفت كتخدم فيه، لي بوز محسوبين، ما كاينش فين تغمض عينيك، شين دو برودكسيون عندك ديما واحد وراه كيبقى حاضيك، وهذه راه كاينه سوا في جورنال لي مانيتونسيون اولا في لي زوزين. هذه اي
فهمتي لا حفلة. هذه فيما يخص المهنة الخامسة اللي مطلوبة، واليوم راه غندير لكم كلاسمون توب 10 ديال لي ميتي كي سون بلو دوموندي او كندا. ولا كيقول لك حقه الواد راه كندا، انت كتشوف هاد البلاصة اللي انت فيها الاكتئاب؟ لا، فيها القضية باردة؟ لا، عند كاينين الناس خارجين كيديروا دي زاكتيفيتي، كيتمشاو، كيديروا دي جليساد. هادشي علاش اخوتي انت وجهدك، انت اللي بغيتي تخرج دير دي زاكتيفيتي. بونجور. الناس خارجة كدير دي زاكتيفيتي، انتوما كتشوفوا معايا العائلة، المرأة خارجة مع وليداتها، كيديروا التزحلق، كيديروا بزاف ديال ليزاكتيفيتي. ولي زونفون هنا راه كيحماقوا على الثلج، كيعجبهم بواحد الدرجة كبيرة، فاش كيكونوا صغار كيرتاحوا. وهذا هو هذا ما كاين. هادشي علاش كندا عندكم تجيو ليها كلها اكتئاب، راه كلها امراض امراض، راه ما كاينه غير لا ديبرسيون. اخ بقاو تابعوا لي الناس اللي كيبقاو يكذبوا عليكم وطالقين عليكم في الريزو سوسيو. وي اودني منكم الناس، راه انا خارجه كيديروا لي سكيت فون. هو كيديروا التزحلق، عندك واحد السكيات، عندك واحد اللعيبات، وكتخرج كدير دي زاكتيفيتي. احلى السكيت فون، داكشي زوين. بونجور. هادشي علاش اخوتي كاينين دي زاكتيفيتي، كاينين بحال اللعيبات كيديروهم. ها هو دو سكيت فون زوين، ما كيطلبش لك ماتيريال. وهنا في هاد البارك انتوما كتشوفوا الناس اللي راهم ايكيبي ودايرين ليهم. علاش دونك نرجعوا للميتي الخامسه، حنا سالينا مع الخمسه الاولين، دابا غندوزو للخمسه الثانيين. الخمسه الثانيين اللي مطلوبين، يعني السادس خدمه مطلوبه بزاف في كندا، هي الخدمه ديال ميكانيسيان. لي ميكانيسيان كيف ما كتعرفوا هنا راهم كيتخلصوا بحالهم بحال الطباخ. يعني ميكانيسيان كتلقاه بحال الميتسان، عنده صالير ديال من 50 حتى 60 دولار الساعه إذا كان ميكانيسيان اكسبيريمونتي، يعني ميكانيسيان سينيور. وهادي كنهضر على ميكانيك ماشي غير ديال الميكانيك ديال لي زوطو، كنهضروا على الميكانيك ديال لي زوطو، كنهضروا على الميكانيك ديال البوا لورد، والميكانيك ديال لي زونجان دو شونتي. حيت كاينين لي ميكانيك اوتوموبيل يعني السيارات، كاين ميكانيك ديال البوا لورد لي كاميون لي روموك، وكاين ميكانيك ديال الماكينات اللي كيخدموا في الكونستركسيون، لي شونتي ديال الكونستركسيون. هادو هما اللي مطلوبين مزيان وكيخلصوا مليح. كنعرف مغربي دار ميكانيك اوتوموبيل، الله يبارك. كنعرف مغربي دار ميكانيك ديال لي شونتي كيصوب هذوك لي لودور، تبارك الله، اللي خدام ان بون روفوني. هادشي علاش اخوتي راه ماشي كنهضر، هادشي كنهضر من فراغ، ماشي كنحلم عليكم وكنقول لكم لا. حنا بنادم كيعطيكم ميتي، يعني حرفه، كيقول لك الحرفه اللي ما توكلك اللي ما تغنيك توكلك، الحرفه اللي ما تعطيكش اللي ما تعطيكش واحد هاد الحرفه اللي كنقول لكم دابا، راه ماشي غتغنيك وغتوكلك وغتعطيك ان بون روفوني. وهذا راه ليكسبيريونس ديالي ودي القدماء المحارفين. نمشيو للخدمه السادسه. اشنا هي الخدمه السادسه؟ ما نساوش الناس ديال الاداره، ما نساوش الناس ديال الغوسوغس هيومان. كيف ما كتعرفوا اي شركه كتخدم فيها الا ومحتاجه الاداره، محتاجه الغوسوغس هيومان باش يتكلفوا بالباي، باش يتكلفوا بلي كونجي لي دوموند ادمينستراتيف. دونك الناس ديال الادمينستراسيون اللي هما الغوسوغس هيومان، لي كونطابل ولي جيستيونير، هادو كيجيو في الكلاس السابعه، سابع المهن المطلوبه بزاف في كندا. وهاد لي ستاتستيك راه ديال سيرفيس كندا ماشي ديالي انايا. غندوزو للميتي السابعه، دابا دزنا السابعه، دزنا هضرنا على غوسوغس هيومان، هضرنا على ميكانيسيان، غندوز دابا للميتي الثامنه. الميتي الثامنه اللي تري 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 دوموندي وكيخدموا بها الناس بزاف، يعني في الدومين ديال لا سونتي. كما كتعرفوا الدومين ديال لا سونتي سي تري تري دوموندي، الدومين ديال لا سونتي سي تري دوموندي، وكيخلصوا به مزيان. والناس ديال لا سونتي كيف ما كتعرفوا، سواء كنتي باغي تخدم في الدومين ديال لانفيرميري، يعني كنتي انفيرميير انفيرميير، تكنيسيان ميديكال، تكنيسيان دو لابوراتوار، فارماسيان، كنتي خدام اوسي ايد ميدسان، او لا اسيستونت ميديكال، اسيستونت ميديكال، تكنيسيان دو لابوراتوار، هادو كاملين دي ميتي في الدومين دو سونتي اللي مطلوبين، والحمد لله كيخلصوا بهم مزيان. وكيف ما كتعرفوا الخدمه ديال لا سونتي كتخدم مع الغوفرنمون، الغوفرنمون كيخلص مليح، زائد ما عندكش هذاك ستريس وعندك هذاك البريسيون، بلاكس كيعطوك بزاف ديال لي زور سوبليمونتير، كتكون ديما دوموندي باش تاخذ لي زور سوبليمونتير. والناس اللي كيخدموا دي زانفيرمي دي زانفيرميير، الناس اللي كيخدموا في دومين دو سونتي تبارك الله عليهم عندهم دي بون ريفينو. ونزيدكم عاوتاني كاين الرجاله، ما تقولش لي حقا الواد انفيرمي انفيرميير دارت غير لي فام، لا كاين الرجاله حاليا اللي جاو
وداروا هاد الميتي ديال انفيرمي انفيرميير وكيتخلصوا بها مليح. علاش؟ لحقاش هادو سو سون دي ميدسان دي اللي جاو داروا عرفوا في المغرب اولا في بلادهم عرفوا لان هاد الميتي مطلوب وباغين بنادم يكون حربي في هاد المجال. هادشي علاش جاو وركريتاو بنادم في هاد المجال وكيجيو كيديروا دي فورماسيون في هاد الباب. علاش؟ كيجي كيقول احق الواد انا عرفت هاد الميتي تري تري دوموندي عرفتو كيخلصوا دراهم مليح وكيدخلوا. وما تقولش لي حق الواد راه غير ديال العيرات، لا كاين الرجاله دخلوا وقراو داروا ميتي ديال لافيرميير قراوها وفاش قراو قراو داروا دي او بي اولا دي او سي وفاش خرجوا خدموا في لي زوبيتو والحمد لله راه ما ندموش حيت خدمه كتخلصك مليح وما فيهاش ستريس بزاف وتبارك الله كيف دو توجور كي ان فيت فو تو اي توجور سوليسيتي بور فير دي زور سوبليمونتير. ديما كيعيطوا لك فلان محتاجينك باش تجي دير لنا لي زور سوبليمونتير كتضرب اكثر من 40 ساعه في الاسبوع ولو ريفوني ديالك انويال كيكون فايت في الاول كتبدا ب 50 60 الف في العام. ملي كتفوت كتولي انفيرمي ولا انفيرميير سينيور كتولي تخلص اكثر من 80 الف في العام. ايه لحقاش تخدم مع الغوفرنمون كتخلص مليح وما فيهاش ستريس. ودابا غندوزو للخدمه المواليه اللي هي ثامن خدمه الكلاسمون الثامن اللي عندنا هي الناس اللي كيخدموكم ماغازيني كيخدم ماغازيني كيخدم كاريست يعني الناس كيخدموا في لي زوزين في المعامل كتخدم ماغازيني كتجري المغازه اولا كتخدم في كتكون كاريست كتسوق هذوك لي كلارك او كتسوق هذوك لي بون رولون على الانتيريور هذوك تبارك الله عليهم كيخدموا حتى هما عندهم ان بون ريفوني سي ميتي كي تري 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 دوموندي وكيجيبوهم بزاف ديال لي ترافايور اون اترونجي ورا ديجا درت عليها فلوغات على هاد الماغازيني وعلى هاد الكاريست. ديرني دومين اخر دومين مطلوب بكثره هو الدومين ديال لا كونستركسيون يعني محتاجين حاليا دابا كندا كتمر كيف ما كتعرفوا كتمر من واحد لا كريز ديال لو لوجمون وباش بور كومبلي هاد لا كريز وباش يملؤوا الفراغ ويحاولوا يبنيوا مركبات بالنسبه لي زيتيديون ويبنيوا منازل لي ترافايور ويكبروا ويديماريو ليكونومي ويديماريو الرويده ديال لا كونستركسيون خاصهم لا مان دوفر. وباش يجيبوا لا مان دوفر اللي هي كومبيتونت خاصهم دابا دي بينتر خاصهم دي شاربونتي خاصهم الناس اللي كيديروا لينوكس وخاصهم عاوتاني الناس اللي كيديروا القبس الناس اللي كيديروا الصباغه يعني اللي واعرين في غولو عندهم ليكسبيريونس. ماشي واحد يقول لي انا حق الصباغ عندي شركه خصك تكون عندك ليكسبيريونس يكون عندك ان ديبلوم ديال الصباغه وتكون عندك تكون عندك اللغه حيت ما يمكنش تكون صباغ ويكون عندك هادشي كامل وما عندكش اللغه باش غدوز هذاك لونطولوجي مع المشغل. فوالا اللغه راه كتبقى مساله اساسيه في هاد الميتي كاملين. الا ما عندكش اللغه راه ما غاديش يكون عندك احتمال كبير انك تنجح في لونطولوجي. دونك هادو هما لي ميتي اللي مطلوبين. هضرنا على توب 10 ديال 10 ديال لي ميتي اللي مطلوبين وهكا ولات عندك واحد الفكره شامله على شنو هما لي ميتي اللي مطلوبين كيفاش نقدر ندير. خوكم بجيش كنت غادي نطيح ما شوف فين تخشيت. هادشي اللي دابا خوتي خواتاتي هادشي راه عندكم فكره على الميتي اللي مطلوبين عندكم اون ايدي. هادشي علاش نبقاو ديما متفائلين نبقاو ديما ايجابيين. الناس اللي دافع الاقامه الدائمه كنتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقكم. الناس اللي كتقلب على بيرمي دو ترافاي بالعمل المجتهد وبالمثابره غتوصلوا للهدف ديالكم. ولي زيتيديون اوسي كنطلب من الله سبحانه وتعالى يسهل عليكم. اللي باغي ينجح في مشروع الهجره ديالو خصو العمل المجتهد خصك دير اوبجيكتيف في حياتك باش توصل ليه. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقكم. ويونس كيحييكم من كندا وكنتمنى لكم التوفيق وديما الموتيفاسيون ديما الكوراج وما يخلعوناش. نتوما راكم احسن عائله في اليوتيوب. تحياتي الحاره.